السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا انا وياكم الكرعين اولا الهرقمه بالحمص. غنعطيكم المقادير اللي عندنا بالتفصيل. حيت قالوا لي البنات بعض المرات كتحط لنا المقادير وما كنعرفوش واش معلقه ولا جوج ولا شحال الكميه. عندي هنا معلقه ديال تحميره الفلفل الاحمر، واحد الرشه خفيفه ديال القرفه، وملون اصطناعي. عندي هنايا فصوص ديال الثومه، انا استعملت 6، يمكن لكم تستعملوا ثومه اكثر. وعندي هنايا خرقوم بلدي اللي هو الكركم والملحه، قريصه ديال الابزار، واحد المعلقه كبيره ونص ديال الكمون بلدي اللي مطحون على اليد. عندي الحمص اللي فزق ليله كامله، انا كان عندي في المجمد كنستعملوه على قبل الكسكسو ولا الحريره ولا لي كان، يعني كنجبدوه من عندنا موجود. يعني كما قلت لكم على الحمص حسب الكميه. بغيتوا تضيفوا لي واحد شويه ديال الزبيب اللي غادي تغسلوه من الغبره وديروه معاه، ايه مرحبا. وعندي هنايا الكراوع اللي انا هما جاوا من عند غزال مقادين، انا غير غسلتهم وكنحيد منهم هذيك الريحه، والاحسن تغسلوهم بالماء طايب، واحسن يكونوا ديال العجل. لحقاش ديال العجل ما كياخذوش الوقت بحال ديال البقره. البقره راك عارفين يعني ما كيبيعوها على عامين عام ونص، مازال العجل تبارك الله 6 شهور 8 شهور كيطلع كيتباع للجزائر. هادشي اللي كاين غنصبها بالزيت البلديه، وانتم لكم الاختيار. اللي ما عندوش زيت البلديه ينصبها بالزيت العادي. نبداو على بركه الله. هنايا انا ما درتش عظيمه ديال التمر لحقاش عندي هادو دغيا غيطيبو، عندي كوكوط مينوت يعني دغيا كطيب ليا. وبالنسبه للبصله، البصله اختياري، حنايا ما كنديروش البصله الصراحه في الكرعين، انما كنديرو هاد العطريه وكنزيدو عليهم غير الحمص حتى كيدخل فيهم الطياب، كنزيد عليهم الحمص. هادشي اللي معروف على الهرقمه. البصله ما كدارش في الهرقمه، بعض الاخوات كيبانوا ليا كيديروا، ولكن اختياري يعني كتعجبهم هما. يمكن لهم كيستعملوها مع الزبيب راه كتجي هي زوينه صراحه، ولكن ما كتجيش مع الهرقمه. هادشي اللي غادي نعطيكم. بالنسبه للقبيطه ديال القزبر والمعدنوس، يعني ديروا قبيطه راه كتجي هي رائعه. انا ما تواجدش عندي دابا وخرجت للسوق وما لقيتوش، ما عرفتش علاش اليوم الجمعه ما لقيتوش. عندي هنايا الكوكوط غادي نحطهم هما الاولين كيما حطيناهم، المهم راه غادي يدخل فيهم الطياب. ها هما غادي نديروا العطريه كامله اللي عندي، معا كنخدم باليد وحده. غادي ندير زيت الزيتون كي كتشوفوا، يعني هي اللي غادي نصب بها. تقريبا درت نص كاس ديال زيت الزيتون وحسب الكميه اللي عندكم. عندي الماء طايب، ما نديروش بالماء بارد، يستحسن بالماء طايب حتى نغطوهم كاملين ونخليهم في عافيه مهيله تقريبا ساعتين كيدخل فيهم الطياب. صافي، يعني باش ما نبقاوش كل مره نربو عليهم نحلو، ما كيبغوش انهم كل مره تحل الكوكوت. هادشي اللي كاين. تسنى ندوزو ديك العطريه للجناب باش ما تبقاش غير في جهه واحده. الصراحه راه كيجيو رائعين وهائلين. دابا نصبو عليهم الكوكوت تقريبا شي ساعه عاد غادي نحلها باش نرمي الحمص. نحمص تقريبا نص ساعه كيدخل في الطياب. كي كتشوفوا صافي راه دخل فيهم شويه الطياب، غير يدخل فيهم غير شويه، نقيسوا الموس ولا كيدخل ونرميو الحمص اللي عندنا ونصفي منه الماء. داك الماء ديال الثلج نحيدوه ونديرو تا هويا، راه غادي يبرك عليه غادي يطيبو مزيان.
بالنسبه للحمص حسب، انا درت نص جد الزلافه، وانتم لكم الاختيار. صافي ونسدو عليه. بالنسبه لك انتو غادي ديروا مع الزبيب، ديروا واحد العويه ديال القرفه كي كتشوفوا تبارك الله، هاتوا راه دخل في الطياب، يعني وليت كنقيسو كيدخل في الطياب، يعني غيكمل مع الحمص. ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالو، نتمنى انه يعجبكم صراحه، راه كيجي رائع وهائل. خوتي خواتاتي، هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى انه يعجبكم. قبل ما تخرجوا خليوا لي لايك، بارطاجيو الناس اللي مازال ما كيعرفونيش، ومرحبا بكم في قناه فاطمه. نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم، والفيديو وصل للنهايه ديالته. يلا خليتكم على خير، يا وجه الخير.